وفي سياق الاحتفال بيوم الشهيد قام رئيس عبد الفتاح السيسي والحضور بالوقوف تحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة. وأكد الرئيس السيسي أن الأمن الذي تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء. أنا عايز أفكركم دلوقتي أن الثمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي أنتوا قدمتوه وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه. اللي هيعوضكم عليه ربنا. ربنا واحد سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات. ربنا يبارك ويبارك فيكم. فأنا بس عايز أقول لكم على حاجة. إحنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى. الثمن ده اللي دفعوه أبنائنا على مدى تقريبا 8 سنين أو 9 سنين. الحمد لله رب العالمين.